بسم الله الرحمن الرحيم. اولا المباراه ديال غدا مباراه مهمه بالنسبه لنا باش نهيو دور المجموعات، غنلعبوا في الملعب ديالنا. تنعرفوا بان البدايه ديالنا في دور المجموعات كانت بدايه غير موفقه، لان انهزمنا مع الترجي هنا بجوج لصفر، وبالتالي الجميع شك في الحظوظ ديالنا. الحمد لله كانت رده فعل قويه خاصة خارج الملعب ضد فيتا كلوب، جبنا انتصار من ملعب صعيب، ثم بدأت الحظوظ ديالنا تتكثر، حققنا نتائج إيجابية وضمننا التأهل قبل من آخر مباراة. هذا شيء مهم جدا خاصنا نأكدوا عليه لأنه ماشي سهل. بطبيعة الحال بفضل ترجع الله تعالى المجهودات ديال اللاعبين، كذلك جميع الظروف اللي هي هيئوها الناس المسؤولين، والمسانده الكبيره ديال الجمهور ديالنا. بالنسبه للمباراه ديال غدا مباراه مهمه خاصنا ناكدوا فيها القوه ديالنا، لان مباراه بالنسبه لنا غتكون نهايه ديال الدور ديال المجموعات، ثم تهيئ المباراه المهمه جدا في الاسبوع المقبل، لان عندنا مباراه ضد مولوديه الجزائر يوم 9 في منافسة غير منافسة عصبة الأبطال، ولكن خصنا نبقاو غاديين في لاميم ديناميك، خصنا نحافظوا على الإيقاع ديالنا، وخاصة أن في المباريات الأخيرة الفريق أصبح عنده شخصية وقوة، وبالتالي غنهيئوا في أفضل الظروف إن شاء الله المباراة ديال تسعود بالمواجهة ديال فيتا كلوب غدا في الملعب ديالنا وأمام الجماهير ديالنا إن شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب.